السلام عليكم ورحمة الله. إذا نحن دا من جديد في الفيديو كنعتذر على الغياب لأسباب راكم عارفينها راني قلتها لكم. في الأول كان المشكل ديال الزلزال، من بعد جاو الإضرابات. إذا أول درس اللي وصلناه هو لاماس فوليميك. هي لاماس فوليميك، الاغلبيه تواصلوا معايا انهم وصلوا لاماس فوليميك. اول حاجه خصنا نعرفوها هو لو فوليوم. شنو هو بعدا لا نوسيون ديال الفوليوم؟ قلنا لو فوليوم هو واحد الحجم، سواء ديال واحد ليكيد، سواء ديال سوليد، او بيان سواء ديال الغاز. اذا هاد لا نوسيون هادي يعني ديك لا بلاص اللي هو كي اوكوبي. مثلا كناخذ واحد لو تيوب، هذا هو الفوليوم. بحال مثلا فوليوم ديال واحد ليكيد، هذا هو لو فوليوم ديالو. هاد لو تيوب هذا راه تيكون غرادوي. اذا هذا غير باش نديرو شنو هو لو فوليوم. اذا قلنا لو فوليوم كوريسبوند ا لا بلاص اوكوبي بار لا سوبستانس كيل كو سوا سون ايتا، يعني سوا سوليد سوا ليكيد سوا غازو. الوغ تي ريبريزونتي واحد لسباس اللي هو كيشد داك اللي كيشدو هذاك لو كور. اذا مثلا عندنا ليكيد تيكون ساهل فوليوم ديالو، عندنا السوليد تيكون واحد للسوليد، وتيكون هنا المستوى ديال الليكيد اللي تنديروا فيه داك السوليد. اذا هاد اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش كنقيسوا اولا كيفاش يكون عندنا العبار ديال الفوليوم دان الليكيد راه هو ساهل دان سوليد. اذا على بركه الله غادي نبدا. اذا بالنسبه للفوليوم دان سوليد كيفاش كنعبروه، دونك تيكون عندنا واحد لو تيوب اصلا اللي هو غرادوي، تيكون غرادوي و تيكون فيه واحد لو ليكيد مثلا نقولو 60 مليليتر. هاد ليكيد هذا هو هذا. شنو كنديرو؟ كنشوفو شحال عندنا 60 مليليتر. كيفاش درنا تعبرناها؟ يعني لوي ما خاصهاش تكون هكا من الفوق، سي تانتيغدي، خاص لوي تكون في نفس المستوى ديال هذاك الخليط اللي عندنا، هذيك لا سوبستانس اللي عندنا نفس المستوى، ما تكون لا من الفوق ولا تكون من التحت، لان القياس كيجي ما كيجيناش هو هذاك. هذه خاطئه. اذا احسن طريقه هو اننا نكون في نفس المستوى ديال الليكيد. هذا من جهه. من جهه ثانيه غادي هنا عندنا 60 مليليتر، الوغ عندنا نفس الليكيد تنرميو فيه واحد مثلا خاتم ولا حجره او واحد السوليد كما كان. الليكيد وصل هنا مستوى ديال الليكيد، يعني العين ملي كنشوفو شحال تلقاو 80 مليليتر. الوغ التساؤل اللي كنسولو، واش هاد في مثلا ان اللي هي 80 مليليتر هو الحجم ديال هاد الحجره هادي اولا هاد الخاتم اولا هاد السوليد هذا؟ لا. كيفاش كنديروا الحجم ديال السوليد؟ اذا انتبهوا معايا، الحجم ديال السوليد عندنا واحد هادي غنسميوها في 2 هاد 80 مليلتر، وفي واحد هي هاد 60 مليلتر. اذا في اللي هو الحجم ديال السوليد غندير هي اس، هذا الحجم ديال اس هي هاد 80 ايتيغالا الحجم ديال السوليد مع الليكيد، يعني 80 مليليتر ناقص نقصو منها هاد 60 مليليتر، وكتعطينا في المجموع 20 مليليتر هو الفرق. اذا الفوليوم ديال السوليد راه 20 مليليتر. حتى لهنا واضح، لانه كاين الاغلبيه راه ما عارفينش يعطيونا لو فوليوم دان سوليد. إذن تل هنا مفهوم، والطريقة ديال أننا نقراو لو تيوب، نقراو المستوى ديال الليكيد، والمستوى ملي كان في المستوى الأول حتى المستوى
الثاني. اذا هذه هي الطريقه باش نحسبوا لو فوليوم. راه خدمت معاكم شويه باش تفهموا الطريقه المثلى. اذا غادي نمشيو بالنسبه لاماس، راه لاماس كلنا تنعرفوا على انها كتعبر بالميزان. لاماس، لاماس هي الكتله ديال واحد السوليد او بيان ليكيد او بيان ديال الغاز. حتى الغاز عنده كتله. اذا هاد لاماس هادي كنعبروها باش ب لا بالونس. هاد البالونس هادي تيكون فيها هنا اللي هي الكتريك تعطينا الارقام، وهنا كنحطو اي حاجه بغيناها سواء ليكيد، ولكن ليكيد قبل ما نعبروه انتبهوا معايا انا تنعبروا هاد لو تيوب خاوي. كنعبروا لو تيوب خاوي هذا فيه ليكيد، يعني ملي تلقاو هنا مثلا 260 ميليغرام، وهنا عندنا مثلا 60 ميليغرام غي كمثال. اذا هنا عندنا لاماس ثاني ام 2 وهنا ام 1. ملي تنبغيو لاماس ديال هاد ليكيد هذا شنو كنديرو؟ كنديرو ام ليكيد ايتيغالا ام 2 ناقص ام 1 اللي هي 260 ميليغرام ناقص 60 ميليغرام ايتيغالا 200 ميليغرام. 200 ميليغرام يعني هذه الام لاماس ديال الليكيد، لاماس ديال الليكيد. حنا عندنا وصلنا الليكيد، الا بغينا شي سوليد، بغينا السوليد هذاك الميزان كنحطو تاني السوليد في لو تيوب وهو فيه الماء مثلا كاع، او لا السوليد بوحدو كنعبروه. بغينا باردون كنحطو الميزان هاد لو تيوب هذا، هذاك السوليد اللي غنرميو فيه كنحطوه هنايا كنعبروه كيعطينا لاماس ديالو. علاش كنقلب انا على لاماس ديال واحد السوليد ابار لاماس ديال ليكيد؟ كنعبرو لانه عندنا في اخر الدرس الكتله الحجميه لاماس فوليميك اللي هي كنشيرو ليها بغو ايتيغالا ام على في، يعني الكتله الحجميه، الكتله على الحجم، مفهوم؟ الكتلة على الحجم، وكل جسم كيتوفر على واحد الكتلة حجمية تيكون معروف بها، تيكون معروف بها. إذا كنتمنى أنني وصلت الفكرة أو أنني وصلت الدرس. إذا بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش التدريجات كيفاش يصايبوهم أو لا كيفاش يحسبوهم بالنسبة لهاد اليوتيوب هذا، غادي نوريهم الطريقة. كنظن على أن هذا تفهم. انا كاينين تلامذ كاينين الناس مازال ما وصلوش الحجم والكتله الحجميه لانهم تواصلوا معايا. اذا عندي مثلا واحد التدريجه اللي فيها مثلا 200 و مثلا هنا واحد لو تيوب عامر مدرج 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 عامر، كاين هنا واحد 230 بين التدريجه وبين الاخرى اللي هي 200 مثلا 200 و كاين هنا 220، هادي 230 220 هنا 210. اذا هاد 220 ما غاديش نذكروها، 230 240 250. اذا كيفاش غادي نديرو لهاد باش نعرفو التدريجة كيفاش نحسبوها، كيفاش نحسبو تدريجات مثلا هادو اللي الوسط كيفاش باش غاديين، كيفاش غنحسب واش 10 ولا 5 ولا شحال؟ اذا كناخذوا هاد 230 وتنقصوها من 210، 230 ناقص 210 كتعطيني 20 مليلتر. يعني تما بين 210 و 230 راه فيها 20 مليلتر. يعني الا عندي هنا 10 ديال التدريجات، هاد 20 مليلتر كتعني لينا هاد 10 تدريجات، يعني كل تدريجه دونك اون ديفيزيون اشنو فيها؟ ا كنديرو 20 على 10، يعني العدد اللي عندي ديال المليليترات على شحال من تدريجه. كون مثلا كانوا 5 غندير 20 على 5، كون كانوا 4 غندير 20 على 4. يعني هاد التدريجات ملي كنحسبهم لقيتهم راهم 10، فهمتوا؟ يعني قسمت هاد 20 على 10. لو انني كما قلت لكم كاينين هنا 5 غنقسم 20 على
خمسة. إذن التقالة عندي هي 2 ملي لتر. يعني هذه شنو كتعني لنا كل تدريجه؟ يعني 2 ملي لتر. ملي غنتحولها تدريجه ما غاديش نقول 210، غنقول 212 214 215 وهكذا تنوصل 230. اذا كنتمنى انكم فهمتوا الدرس جيدا، وما تنساوش انكم تحفظوا الطابلو ديال الكونفيرسيون ديال الليتر وديال الديسيمتر كوب، لان في الفوليوم كنخدموا بالديسيمتر كوب، وغادي نذكركم به. عندنا المتر مكعب، وعندنا الديسيمتر مكعب، وعندنا هنا السنتيمتر مكعب، وهنا المليليتر مكعب. اذا عندي هنا تقسموا على 3، 2 واحد، 2 بادو، نو ديكاميتر مكعب، الهكتومتر مكعب، وكاين الكيلومتر مكعب. اذا هادو هما تدريجات. اول حاجه اللي خاصنا نعرفوه على ان ديسيمتر مكعب راه كيساوي لتر، اللتر. وهنا عندنا الديكاليتر والهكتوليتر، اللتر ديكا لتر وهكتو لتر. هنا ديسيلتر سنتيلتر والميلي لتر. نعاود، لتر كتساوي ديسيمتر مكعب، تبعها ديسيلتر سنتيلتر المليلتر، وعلى الفوق كاين الديكاليتر والهكتوليتر. هذا هو الطابلو دو كونفيرسيون. اننا نعرفوا على ان واحد ديسيمتر مكعب راه كيساوي واحد لتر، واحد ديسيمتر مكعب كيساوي واحد لتر. اذا شكرا لكم على تتبع ديالكم القناة وعلى الاهتمام ديالكم والتواصل معايا، وانكم كتسولوا عليا. شكرا جزيلا.